حبيب قلبي عم ياسر الجدعانه كلها طبعا والشياكه، وانا بشتغل مع منتج، مع منتج انا طبعا، وليسي وامينه وبوسي وكل الناس دي يا جماعه. ده راجل منتج سينمائي، اساله كده تاريخه عامل ايه، اقول لك عمل فيلم كذا واغنيه لاسامه ولسمي، عامل غير ما تلاقي واحد بقى لسه ابن امبارح عارف واحد كده شيخ يا عيني يضحك عليه يا عيني، ولا اي حد يضحك عليه ويخسروه فلوس وخلصوه فلوس وكلام من ده، هو ده ما بتحبوش. سيبك انت الكلام على مين، الحاج ياسر النوار. اه ورضا البحراوي يا حبيب قلبي صاحبي، الحاج ياسر يا خرشياني والله يا بحراوي. وبحيي شيبة على فكره، شيبة جاي ان شاء الله يوم 24 بحييه، وانا طبعا حفلات طبعا اسمه ياسر عندنا بفضل ربنا النهارده داخلين السفيتيل اهوت فبظبط، وعندنا كونراد وماريوت وشانجريلا دي اللي عامله لي انا مش عارف انطقها في الاعلان، مش عارف شانجريلا دراما. و24 ان شاء الله شيبة جاي باذن الله، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى باذن الله باذن الله هنضم للمكتب بتاعنا حبيب قلبي الليس عشان ليس اخويا فهمتني. وبوسي بقى نفسي بوسي تشتغل معانا، بس بوسي يا جماعه مشكلتها حاجه غريبه جدا ان هي ماديه جشعه. لا لا مع الناس، لا لا صراحه بوسي جشعه عايزه جماعه، عايزه في حفله كام قولوا انتوا؟ 1200 جنيه يعني في دبي 1200 جنيه؟ طب بعد يقول لي انت بتاخد كام؟ انا 350 جنيه، الواد الليس 450، البحراوي بيجي على العشاء بس. حاج ياسر يا خرابياني عملنا اللي علينا علينا وبنصبع على الكل، عملنا اللي علينا علينا وكده ميت ورد وفول ولا الكلام.